أبنائي أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم، وهنبتدئ بإذن الله المحاضرة السادسة في الأوتونوميك نيرفوس سيستم وهي الأخيرة بإذن الله. كنت اللي زي ما بقول لكم كندا ده يعني بلد مشمسة عكس ما الناس متصورة معظم الوقت، يعني بتبقى برد طبعا في الشتاء لكن ما زال إنها مشمسة، وزي ما قلنا المنظر اهو. واذا كنت فاكر كنا اتكلمنا على المطار اللي هنا ده اللي هو ده الران واي موجود اسمه مطار بتاع السنتر ايلاند وعنده اقصر ران واي، شوف مين فاكر كان طوله 500 متر حين الران واي العاديه حوالي 3 كيلو، واشوف مين فاكر اللي كنا قلنا ازحم مطار دلوقتي هارتسفيلد في جاكسون في بتاع اتلانتا في اليو اس، وده 102 مليون راكب في السنه. انما باذن الله اسحب مطار هيبقى من نصيبنا احنا كعرب، مطار المكتوم بعد التوسعات والتجديدات هيشيل 120 ل 150 مليون راكب في السنه. ده اللي قصادكم المطار بتاع سنتر ايلاند في وسط اونتاريو ليك اللي هي احد البحيرات العظمى الخمس الكبرى اللي بتفصل كندا عن امريكا، والميه اللي قصادكم ده مش بحر، ده ميه عذبه على فكره تمتد حوالي 1000 كيلو، وده علم كندا ديكو شايفينه. كنت اتمنى اقدر ازيع من هنا بس لقيت ان هيحصل بلارينج بسبب الشمس مش هنبقى شايفين كويس، فعشان كده انا عارف كاتبه الطف يبقى في الخلفيه منظر حلو، انما عاوز الناس عندهم تقنيات مش عندي، انا الليترت في التكنولوجي فلقيت الصوره مش هتقدروا تشوفوها كويس، فهو يعني تمتعنا بالمنظر والمعلومات العامة لدقائق، ونعاود بقى نرجع تاني إلى المكتب. شكرا. هنبتدي كعادتنا المحاضرة السادسة في الأوتونوميك نيرفوس سيستم، وكعادتنا هنبتدي بالامتحان. يلا، وبرضو انا هعمل لكم امتحانات زي ما قلت اتفقنا لازم هتبقى قويه جدا عشان بالنسبه لكم يبقى اي امتحان هتمروا بيه ده يبقى امتحان بسيط، اللي اتعود على الاسئله الصعبه هيعرف الصعب والسهل، اتعود على السهل بس مش هيعرف غير السهل. وبعدين عاوزين تفكير، انا بوريكم هنا ازاي بيجيبوا الامتحانات كلها عاوزه تفكير. خلينا مع بعض زي ما بقول هنا وهنا فقط تصنع الاوائل. يلا يا شباب، ده امتحان قوي في الاوتونوميك مالتيبل تشويس كويشن اوتونوميك تشوز وان انكوريكت انسر، يعني هنا اختار انا برضو عشان اخلي كان السؤال بتاعت اسئله لان يبقى في ثلاث اجابات صحيحه واجابه خطا، فبقول لك اختار الانكوريكت انسر. وقلت يا شباب الامتحان هعيدها للمره العاشره او يمكن اكتر أهم من المحاضرة، لأن أنت هنقيمك بأدائك في الامتحان مش بأدائك في المحاضرة سمعته وفهمته ولا لا. وقلت مفيش نظام تعليم في الدنيا بيبتدي المحاضرات بشرح، لازم ندور على المحاضرة السابقة حصلت فيها إيه، نناقش الحاجات نقط صعبة تعرف نقاط ضعفك. فأبقى أتمنى للزملاء اللي بيسمعوني هم كلهم عزاز جدا على قلبي ويعني شيء رائع، وانا عارف ان عدد منهم يعني بيسمعني وببقى شايف على فكره ونفسي طبعا بس لعدم الحرج احيي الكثير منهم يعني الحقيقه، وكلهم يعني اخوه واساتذه افاضل وحاجه رائعه. يا ريت نبتدي بالاوفر هيد بروجيكتور باسئله قبل كل محاضره، ده بيعملوه هنا مش جديد. في يوم من الايام ما كانش في ام اس كيو وتناقشت مع الزملاء بان لازم عندنا ام اس كيو، العالم كله شغال ام اس كيو، الحمد لله بقى عندنا ام اس كيو في معظم الدرجه، عاوزينها تبقى في الكل زي في نورت امريكا في كندا وفي امريكا. والاهم من هذا مش ان يبقى الامتحان ام اس كيو، ان احنا نمرن الطلب ازاي نقول لهم الامتحان ام اس كيو واحنا ما جربناش نحل ام اس كيو. اتمنى من الزملاء يعتبروها يعني حاجة لصالح مصر بيننا كلنا ولصالح الوطن العربي كله، كل البلاد العربية سوريا والعراق وكله مش هذكرهم بلد بلد، والسعودية والأردن وكله الناس اللي بتسمعني وببقى متابع على فكرة من كل حتة وليبيا وكل حاجة مش هذكر بلد بلد، واعذروني لو ما ذكرتش أي بلد منهم.
يا ريت نعمل MSQ. هذا هو النظام الناجح اللي أدى بأن كندا بقت بتمتلك أحسن نظام تعليمي في العالم، وأمريكا مش متخلفة كثيرا في نظام التعليم، ومثلها اليابان وحاجات جميلة خالص. نرجع بقى موضوعنا بعد هذه المقدمات. Choose one incorrect answer. Regarding noradrenaline هنختار الغلط عشان يبقى السؤال كأنه بثلاث أسئلة. It is stored in granulated vessels. صح. الاستالكولين في clear vessel. Inactivated أو inactivation is mainly by active reuptake. صح. 50 لـ 80% من النور أدرينالين بيحصل له active reuptake بالأدرينالجيك نيرف إندينجز ويعاد استخدامه. واحدة من أعظم عمليات الريسايكلينج اللي علمها لنا الخالق. الريسايكلينج عمليات التدوير اللي بنفتخر بيها، ربنا عاملها في كل حتة في الجسم، خدناها من صناعة الخالق سبحان الله. هل it has methyl group more than adrenaline؟ لا، هدي بقى اللي غلط، دي اللي هتختارها انه قال لك اختارها دي السي. ده العكس، الادرينالين اللي عنده methyl group أقوى، وقوته حتى قلنا كما قوة شمشون في شعره قوة الأدرينالين في الميثايل جروب. عشان كده الأدرينالين 10 times more powerful ولونجر in duration than نور أدرينالين بسبب الميثايل جروب. اللي بيزيد هو الأدرينالين مش النور أدرينالين. فهي الإجابة الخطأ اللي هتختارها. It stimulate both alpha and beta receptors. طبعا النور أدرينالين بيستيميت الفا وبيتا ريسبتور. الفا أقوى بس بيستيميت البيتا، وما زي بتشتغل وهو ما السيمباثاتيك ما بيطلعش غير نور أدرينالين. اللي غلطة قلت غلطها أحد الزملاء. طيب السؤال الثاني، أتروبين إنجكشن ليدز تو، اللي هو بيدو قبل العمليات بيديكريس السويت سيكريشن، وعش كده قلنا حتى لو التكييف اتعطل مفيش العمى بيعرقش، اللي خد أتروبين مفيش هيت لوس، حرارته هترتفع، يبقى دي صح. إنكريس هارت ريت، طبعا ما هو بيقفل الفيجاس باراسيمباثيكتومي، والفيجاس بيقلل هارت ريت، يبقى الأتروبين اللي بيقفله يعمل العكس يزود هارت ريت. البارا بيعمل بيبيلي كونستريكشن، الاتروبين اللي هو بارا سيمباثوليتيك يبقى يعمل بيبيلي دايلتيشن، وقلنا عشان كده بيستخدموه في فحص قاع العين. انما هل بيزود السليفر سكريشن؟ لا، البارا بيزود السليفر سكريشن، فالاتروبين يوقف السليفر سكريشن. ده كان احد اسباب استخدامه في العمليات انه يوقف اللعاب. ليه؟ حتى اقولها لك، اعتبرها فقر معاملات عامه، عشان العيان اندر انستيجيا وهو تحت البنك ما عندوش كاف ريفلكس، ما يقدرش يتخلص من اي حاجه يبلعها تدخل الرئه، فبندي اتروبين عشان يقلل اللعاب، عشان ما فيش لعاب ينزل ويدخل على الرئه، لان ما عندوش مقدره على البلع والتخلص منه، كل ريفلكس واقف لا بيبلع ولا حتى لو حاجه دخلت يعرف يكحها لانه متبني. فدي الاجابه الخطا، هو بيقلل السيفر سيكريشن وعليه تختارها. يبقى 2 دي امتحان معتبر وقوي زي اللي بيمتحنوه هنا عشان تشوف بيعملوا ايه هنا. Regarding البيتا أدرينرجيك ريسبتورز، البيتا أدرينرجيك ريسبتور it increases noradrenaline secretion from adrenergic nerve endings. صح، لأن على الأدرينرجيك نيرف إندينج في بيتا ريسبتورز، وقلنا البيتا ريسبتور دي بتزود كل الهرمونز. طب ما النور أدرينالين يعتبر هو كيميكال ترانسميتر هنا صحيح في الأدرينرجيك نيرف إندينج، لكن هو هرمون في المضل، والبيتا قاعدة بتنهيبت كل حاجة ما عدا ثلاثة، هارت اهم واحده ثم هرمون ميتابوليزم، يبقى بيزود، دي صح. البيتا الاكشن از ميديتد بالسايكليك ام بي، صح قلنا البي بي بيتا انهي بي بي بيتري وتشتغل بالسايكليك ام بي، ده مين البي ده عشان تفتكر، يبقى دي صح. ستيميليشن ليدز تو بيوبيلو دايلتيشن، شفت اللي قلتها لك اهي. لا طبعا بيوبيلو دايلتيشن بيحصل بالكونتراكشن بالالفا ريسبتور مش بالبيتا ريسبتور، يبقى هي دي الغلط وعليه تختارها سي. هل بيستيميليت الاستيميليشن انكريسز لايبوليسيس؟ لايبوليسيس وجلايكوليسيس كمان، لان هقولها تاني، البي بي بيتا انهي بي بي بيتري ما عدا على ثلاث حاجات تبقى حافظها، ما هي هارت هرمونز ميتابوليزم، وبميتابوليزم نقصد لايبوليسيس اند جلايكوجينوليس. طيب السؤال الرابع، regarding alpha adrenergic receptors stimulation of alpha 2 receptor بيزود الارتيريال بلاد بريشر. غلط، لان الالفا 2 اللي موجود على الادرينرجيك نيرف اندينجز بتمنع عكس البيتا طلوع النور ادرينالين،
لما تشغل الفا تول على النيرف ما بتطلعش نوع ادرينال وعليه ما يحصلش فازو كونستريكشن وعليه يحصل فازو دايلتيشن والضغط يقل فبيستخدموها في علاج الهايبرتنشن مش هي بتزود الضغط بتقلل الضغط فدي غلط. هل الالفا ادرينرجيك ريسبتور بتزود السايكليك ام بي؟ لا الالفا 2 هي اللي بتشتغل بس تنقص السايكليك ام بي. هل الاستيميليشن ليدز تو ميوسيس؟ لا طبعا الالفا بتعمل لسه قايلينها بيبيلو دايلتيشن مدرياس وعليه يبقى كلهم هنا غلط يبقى all of the above يبقى تختار all of the above اللي هو دي لانه قال لك اختار الغلط. اخر سؤال regarding انهي دراج بقى عندك اربعة دراج regarding كوراري سؤال صعب جدا هل هو weak ganglionic blocking effect؟ طبعا احنا بنتعلمه ان هو neuromuscular blocker بيقفل neuromuscular junction بيقفل افتكارها في الامتحان الموتور اند بليت. نوع الريسبتور اللي هناك ايه؟ نيكوتينيك. طب ما اللي على الجانجليا كمان نيكوتينيك يبقى 100% هو متخصص اكتر في النيورو ماسكولار جانكشن بس يقدر يقفل الجانجليا برضو بضعف لانه نفس الريسبتور هنا نيكوتينيك وهنا نيكوتينيك. واحنا قلنا تقسيمه الريسبتور فاكر حسب ايه؟ السنسيتيفيتي تو سيرتن دراجز سميناها نيكوتينيك دي نيكوتينيك ودي نيكوتينيك لانها بتتاثر بنفس الدراج طبعا طبعا بدرجات متفاوتة. يعني الكوراري يأثر أكتر على النيكوتينيك اللي على النيورو ماسكولار جانكشن منه على النيكوتينيك اللي على الجانجليا والعكس بالعكس. النيكوتين لارج دوز والتترا إيثايل الأمونيوم هيأثر على النيكوتينيك اللي على الجانجليا أقوى أقوى من تأثيره على النيكوتينيك اللي على النيورو ماسكولار جانكشن فله ويك نيورو ماسكولار بلوكينج إفكت. سؤال صعب ومعتبر. بروبرانولول اللي هو اشهر دواء قلب قلنا البيبي بيتا انهيبيبي بيتوري ما عاد على ثلاثة بتعفرة القلب بتزود ضربات القلب عشان كده بيستخدموها في العينين الضربات قلبه زايده بنقللها له. يبقى البروبرانولول اللي هو البيت بيتا بروكر بيقلل الهارت ريت يبقى دي الاجابه الخطا اللي هتختارها. هل الادرينالين بيستيميليتس الفا وبيتا ريسبتورز ايكوالي؟ صح طبعا يعني حاجه سؤال مهم جدا ده لوحده عشان كده كل سؤال بثلاثه. هل النيكوتين ده سؤال جميل قوي بقى ان لو دوز حتى ما جبتها لكش سمول عشان انت معتاد بالصوت السمول دوز استيميليتس هنا لو دوز ما لو دوز هو سمول دوز هل بيزود الاستايلكولين سيكريشن؟ طبعا وتعالى افهمها دي مش النيكوتين بيستيميليت النيكوتينيك ريسبتورز ان لو دوز طب الريسبتورز اللي موجوده على الادرينال مظله بتشتغل بالاستايلكولين ده سؤال تاني يعني ملناش دعوه بيه. انما لما انت تدي نيكوتين انا بس بذكرك بالسؤال التاني ان لما تدي نيكوتين بتشغل نيكوتينيك ريسبتور اللي في الجانجليا اللي هي مين؟ البوست جانجليونيك بارا والبوست جانجليونيك سيمباثيتك. فلما النيكوتين تشغل البوست جانجليونيك بارا سيمباثيتك تعمل لهم استيميليشن هم في النهايه عند الاورجان هيطلعوا مين؟ هيطلعوا استيركولين. يبقى كان النيكوتين سؤال صعب جدا ان لو دوز ان سمول دوز بيستيميت الجانجليا مين في الجانجليا؟ البوست جانجليونيك نيورونز اللي هم نصهم بارا في ناحيه بارا سمباثيتك هتطلع في النهايه استيركولين. وعاوز ازيدك وهتستيميت البوست جانجليونيك سمباثيتك اللي في معظم الاونه هيطلعوا نور ادرينالين مش استيركولين انا معاه بس في اثنين منهم هيطلعوا برضو استيركولين فاكرهم؟ سويت جلاندز وبلاد فيسلز اوف سكيلتال ماسل. فامتحان يا شباب في غايه القوه لو بتقدر تحل الامتحان دي كويس لا ينتظرك الا الفول مارك لانك تعودت تفكر ما تحفظش يعني شغلت مخك. وانا يا زين بقول بحمد الله واشكره اني بقابل الطلبه وهم لسه في اوائل سنوات الطب في الدراسه فيعني بساهم بمجهود ضئيل في تشكيل تفكيرهم اللي هو قلت لهم اعتمدوا على الثينكينج والإيماجينيشن مش على الحفظ سوري في التعبير يعني هقولها الحصان وانت فاهم قصدي يعلموه ادي من البيت للغيط ومن الغيط للبيت من البيت للغيط والغيط للبيت ففي الاخر يعرف سكة بالايه بالتكرار التكرار ما يعلمش غير الحصان انت فاهم المثل
التكرار ده للحصان بس، وانت فاهم هو مش حصان طبعا، انما الثينكينج التفكير والإيماجينيشن دي حذا بها الخالق الانسان دون سائر الكائنات. ولو ان عشان ابقى صادق في ثلاث حيوانات مشهوره في تفكيرها، الشمبانزي مش القرد، الشمبانزي ما عندوش ديل زي حالات القرد عنده، الغوريلا والاورانجوتان انسان الغابه، تركيبهم الجيني يماثل 97.5% من الخريطه الجينيه بتاعت الانسان، تفكيرهم يصل الى طفل عنده 2.5 سنين. وهنا تعالى اوريها لك، في سياتل اسف في سان دييغو في امريكا اللي هي عندهم احسن حديقه حيوان، وهنا حتى في تورونتو زو يحطوا رسمه عليها 18 رسمه و18 شيء، يعني حاطط ازازه رسمه وازازه ضمن ال 18 شيء، والحارس الكيبر بتاعه يشاور له على الازازه يجيب له الازازه، يشاور له على الطبق يجيب له الطبق، كانه طفل عنده 2.5 سنين. يعني ثلاث حيوانات تماثل في الخريطه الجينيه الانسان في معدل 7.5 سنين، وتماثل طفل عنده 2.5 سنين. احنا بقى عندنا وي ار ثينكر اند ايماجينيتيف، فازاي نعتمد على الحفظ مش على الفهم؟ ده كان الامتحان فقط المعلومات العامه. الاجابات تاني، 1 سي فور كات، 2 دي فور دادي، 3 سي فور كات، 4 دي فور دادي، بي 5 بي فور بيبي. طيب نتوكل على الله ونبتدئ المحاضرة السادسة والأخيرة، وهنا أتعشم بإذن الله هتبقى قصيرة بإذن الله. طيب إحنا عندنا فاضل سؤال نظري واحد مهم وشوية حاجات كده على الجوانب. السؤال النظري مهم وعارفين معظم معلوماته على فكرة، اللي هو الأدرينال مضلة أهو، الأدرينال مضلة ده سؤال نظري مهم. الأدرينال مضلة موديفايد سيمباثيتك جانجليون، هي في الأصل سيمباثيتك جانجليا تم تعديلها موديفايد، وأنت جنين أدي الرسمة هي، كانت الأدرينال مضلة جانجليون، لها بري جانجليونيك ولها بوست جانجليونيك، حدث تعديلان فأنهي نيرون في البوست جانجليونيك، فقد الأكسون بتاعه ما فيش أكسون، فعش كده حتى يسموها في بعض الكتب تيلس جانجليون يعني ملهاش ديل. والبوست جانجليونيك نيرون بعد ما فقد الأكسون تحور إلى سيكريتوري سيلز تطلع 80% أدرينالين و 20% نور أدرينالين. يبقى هي في الاصل وانت جنين كانت الادرينال مضله جانجليون، بس تم تعديلها عشان كده بنقول موديفايد معدله سيمباثيتك جانجليون. قول لي انت بقى التعديلان حدث فين؟ في انهي نيرون؟ في البوست جانجليوني، فقد الاكسون وتحول لسكيتوري سيلز تطلع اساسا ادرينالين او ابينفرين 80% و20% نور ادرينالين او نور ابينفرين. وطبعا قلت لك في الترمينولوجي اللي علمته لكم كويس قوي ليه سموه ادرينالين، لانه ادرينال جنب الكليه لان هنا في الكليه تحتها، وليه سموه ابينفرين وريت لك الصوره قبل كده لانه موجود فوق النفرون، ابي يعني فوق، ابينفرين الادرينالين، فحتى قلت الادرينالين بيتحدث عن موقعه. وقلت لك في فقره المعلومات العامه ان ده كان اول هرمون يكتشفه الانسان الادرينالين، قلناها في محاضره سابقه وارجع لها. الاول يبقى اتعلمنا انها تكتب ان ده موديفايد سيمباثيتك جانجليون. شوف السؤال ده بقى مهم جدا في الام اس كيو، صدق ولا تصدق، مين الترانسميتر اللي بيطلع الادرينالين والنور ادرينالين؟ الاستالكولين، لانه بيطلع عند كل الجانجلي، لسه قايلها لك دلوقتي في السؤال انه الاستالكولين هو الترانسميتر اللي بيطلع ادرينالين ونور ادرينالين، بيطلع اعدائه اللدودين الادرينالين ونور ادرينالين، اوعى تنسى ده لان دي جانجلي فبتشتغل بالاستالكولين. وبعدين بيريليسز تو هرمونز اللي قلناهم 80% ادرينالين اور نور ادرينالين، اسف 80% ادرينالين اور ابينفرين و20% نور ادرينالين اور نور ابينفرين. انا قبل ما ابتدي في معلومه مش بنكتبها بس مهمه جدا، وقلت لكم النور ادرينالين ده خدوا فيه جائزه نوبل هو الاستالكولين، وحكيت قصته مش هحكي تاني، اللي عاوز يرجع للمحاضرات معتبره ويفهم فيها المعلومات.
انا في نقطه مهمه جدا بتعجب لما الشارح ما يبداش بيها، ان بوث ادرينالين النور ادرينالين الاثنين دول بيعملا كشيئين في الجسم، بيشتغلوا كهرمون اهم هرمون طالع من اديه مضله، وبيشتغلوا ككيميكال ترانسميترز كناقل الاشعاعات العصبيه. يعني لو جالك في الام اس كيو هم هرمون هم هرمون، هم الاثنين بيطلعوا من اديه مضله اللي هي غده صماء، هما كيميكال ترانسميتر هما كيميكال ترانسميتر، امال ايه الفرق بقى؟ افتح ودانك. هما الاثنين بيشتغلوا ككيميكال ترانسميترز في السنترال نيرفس سيستم في المخ، بينقلوا الاشعاعات العصبيه في المخ في السنترال نيرفس سيستم، انما واحد منهم بس اللي هو النور ادرينالين بيشتغل بره السنترال نيرفس سيستم في البريفرال نيرفس سيستم، على وجه التحديد في السيمباثاتيك، على وجه التحديد بوست جانجليونيك سيمباثاتيك، فرده في السيمباثاتيك ما عدا اثنين، البوست جانجليونيك سيمباثاتيك اللي رايح للسويت جلاندز والبلاد فيسلز اوف سكيتال ماسل. بتعجب لما شارح يبتدي في شرح هذا الموضوع وما يعمقش الفهم عند الطلبه لهذه الدرجه. هما يعملان هما الاثنين كايه؟ كهرمونز، هما الاثنين طالعين من الادرينال مضله، وهما الاثنين كيميكال ترانسميترز الاثنين. طب نمسك كيميكال ترانسميترز، هما الاثنين في السنترال نيرفس سيستم اللي هو مش موضوعنا، ده موضوعنا اوتونوميك. في الاوتونوميك واحد بس بره السنترال نيرفس سيستم هو اللي بيشتغل، اللي هو مين؟ النور ادرينالين، مش الادرينال، النور ادرينالين. فين بالظبط؟ فرده واحده في السيمباثيك، بوست جانجليونيك سيمباثيك، ما عدا اللي رايح ليه؟ قولها لي انت، انا سامعك بصوت عالي. سويت جلانز وبلاد فيسلز في سكيتال ماسلز، طلع استايكولين. طيب هنقول بقى جدول ما بينهم وما عشقت مثل عشق النظام، ست نقط كل نقطتين لهم علاقه ببعض احطهم مع بعض. انا قلت المذاكره فن والتحصيل فن ثاني، والورق ده هو حصاد السنين، بيوريك ازاي تحصل، ازاي تكتب كل المعلومات عشان تاخد حاجه فول مارك وباقل مجهود انك مرتبهم. اول نقطتين لسه قايله ان الادرينالين بيشتغل كهرمون 80% من الاديه المضله، وككيميكال ترانسميتر فين بس؟ السنترال نيرفس سيستم، نوت ان سيمباثيتك. بينما النور ادرينالين هرمون 20% من الهرمون بتاعت الاديه المضله، وككيميكال ترانسميتر في الاثنين في السي ان اس، ودي بقى المهمه قوي قوي، وفي البوست جانجليونيك سيمباثيتك ماينس 2. يبقى دول نقطتين هما يعملا كهرمون وككيميكال ترانسميتر، ادي اول نقطتين في الست، ولا حتى ده احنا عارفينه. طب الكيمستري مين اكبر؟ فاكر الادرينالين هو الاكبر، ميثايليتد نور ادرينالين محطوط فيه ميثايل جروب زياده، مين يذكرني؟ محطوطه في المكان الصح في الان بوزيشن، نورمال بوزيشن، افتكرها ان نورمال بوزيشن، فمحطوط في الان بوزيشن، عشان كده الانزيم في الادرينال مضله اللي كان بيحول النور ادرينالين الى ادرينالين كان اسمه ايه؟ ان، لانه بيحط في الان بوزيشن، ميثايل بيحط ميثايل جروب في الان بوزيشن، ترانسفيريز از يعني انزيم اللي بيترانسفير ميثايل جروب في الان بوزيشن. ما انا علمتك هما بيفكروا من الشمال لليمين، احنا اهل اليمين من اليمين للشمال، اقراها بالعكس، ان ميثايل ترانسفيريز از يبقى انزيم، ترانسفير يبقى بينقل، ميثايل ميثايل جروب فين؟ في الان بوزيشن، يعني الكلمه شرحت روحها. وعليه قلت الجملة اللي فكرتها أو يعني بيتذكرها الناس الأصغر سنا من التلاميذ الأمس اللي هم زملاء اليوم، كما قوة شمشوم في شعره قوة الأدرينالين في الميثايل جروب، ما هو ده الفرق الوحيد اللي خلاه 10 مرات أقوى. طب قلت شمشوم لما عاوز تفقده قوته تعمل له إيه؟ تبوظ له شعره، نفس الفكرة. عشان كده هنا الادرينالين النقطه الثانيه متعلقه، الثالثه الرابعه متعلقه بالثالثه، انت عرفت قوته فين؟ في الميثايليتد جروب، يبقى حط له ميثايل جروب اخرى في مكان غلط بقى، في زيرو بوزيشن، يبقى بوظت المفتاح. فكر
ما انت في الكيو لوك ثيوري لما تجيب مفتاح وتحط فيه سنه زياده باص لانك حطيتها في مكان غلط. فهنا الان اكتيفيشن مينلي باي ميثايليشن بانزايم بقى هيحط الميثايل جروب فين؟ مش في النورمال بوزيشن، في الاو بوزيشن، عشان كده يسموه كاتيكول او ميثايل ترانسفيريز. يعني ترانسفيريز يعني ايز يعني انزايم بيترانسفير ميثايل جروب في الاو بوزيشن لمين؟ للكاتيكولامينز، للاوائل. من هم الكاتيكولامينز؟ انتوا بتقولوا الادرينالين والنور ادرينالين، ده كنت قلت من هما، انا حتى في العربيه بتعمد ان اقول صح. من هم الكاتيكولامينز للاوائل؟ ثلاثه، ادرينالين، افتح ودنك معايا، نور ادرينالين اند دوبامين، كلهم اين، ادرينالين نور ادرينالين دوبامين اللي كان بيتعمل منه النور ادرينالين، تبقى عارفهم كويس. طب تعالى الناحيه الثانيه بقى، يبقى النور ادرينالين السؤال اللي جبته لكم اصغر لاكس ميثايل جروب ات ان بوزيشن، عشان كده قلنا الغالي ثمنه فيه اللي فيه ميثايل جروب اكتر هو الاقوى اللي هو الادرينالين، انما هنا ناقص ميثايل جروب. طب مينلي ان اكتيفيتد بايه؟ جبت لكم سؤال بالاكتيف ري ابتيك، 50 ل 80% يحصل له اكتيف ري ابتيك وريسايكل. وشفت بقى ازاي بنرتب المعلومات حلو؟ يبقى اول معلومتين واحد واثنين انهم بيشتغلوا كهرمونز وككيميكال ترانسميتر، متعلقين ببعض، بيشتغلوا ايه؟ هرمون وككيميكال ترانسميتر، بس هنا مش في السمباثاتيك، الناحيه الثانيه كان في السنتر نيرف سيستم وفي السمباثاتيك بوست ميمبرين سمباثاتيك. طيب النقطه الثالثه مع الرابعه، قول لي سر قوته في الكيمستري وانا اقول لك ازاي تعمله ان اكتيفيشن. سر قوته في الميثايل جروب لانه ميثايليتد نور ادرينالين، يبقى اهم طريقه لايقافه احط له ميثايل جروب اخرى مش في الان بقى في الزيرو بوزيشن، كاتيكول او ميثايل ترانسفيز، دي الثالثه والرابعه. طب الخمسه والسادسه متعلقين ببعض، قول لي الريسبتور اللي بيشتغل عليهم وانا اقول لك الاكشن. يبقى يا شباب مش بننقي اي نقط مع بعض، لازم نقاط متعلقه ببعضها البعض. الادرينالين ايكوال على الالفا والبيتا ريسبتور ايكوال، ده سؤال مهم جدا، واحنا قلنا البيتا ريسبتور هي الاهم وعليه الاكشن بتاعه، هناك سترونجر على الالفا لكن ويك على البيتا ريسبتور. يبقى مين تتوقع يبقى اكتر والبيتا هي الاهم؟ يبقى الادرينالين اقوى 5 to 8 to 10 times. وليه؟ لانه ريموفد فروم بلاد سلولي، اقوى وبيتشال مور سلولي. وخد بالك بقى فين الثلاث مواضع اللي هو يقدر عليهم وما يقدر يعمل لهم ستيميليشن يشغلهم والنور ادرينالين ما يعرفش يشغلهم، قلناهم 100 مره، البيبي بيتا انهيبيبي بيتوري، ما عدا على ثلاثه. تقولهم بقى، عاوز بصوتكم العالي كده معايا وانت قاعد لوحدك قول معايا انا سامعك، هارت ده اهم واحده، دي اهم واحده، هرمونز اند ميتابوليزم، والميتابوليزم نقصد لايبوليسيس اند جلايكوجينوليز. طب هو ده معظم الشغل، هارت وهرمونز وميتابوليزم، ده بالبيتا اللي هو الادرينالين متفوق عليه فيها. يبقى ادرينالين طبعا اقوى، عشان كده حتى بدات فيه حطيته في الناحيه الاولانيه في المقارنه، هارت وهرمون وميتابوليزم. هنا تميز النور ادرينالين على مين بس؟ على الالفا، هو سترونج على الالفا منه على البيتا، يبقى تميزه انه عنده جريتر افكت، انه يقدر يعمل فازو كونستكشن اقوى، لان الفا ليه اكسايتاتوري، وكان اول مثال خدناه فازو كونستكشن في البلاد فيسلز اوف سكيتال ماسل. وطبعا السكيتال ماسل دي 40% من وزن جسمك، شوف مين هيفتكرها لما اجي للسكيتال ماسل، يعمل لها فازو كونستكشن فيزود التوتال بريفرال ريزيستنس. التوتال بريفرال ريزيستنس بتاعت الاوعيه، توتال يعني كله، بريفرال يعني خارجي، ريزيستنس، وبالتالي يزود الارتيريال بلاد بريشر سيستوليك وداستوليك. احنا عندنا ضغط عالي اللي بيحدث في فتره الانقباض بتاع الهارت نسميه ستوليك 120، وضغط اقل شويه لان الهارت بيبقى بينبسط ما بيضخش بلاد فنسميها داستوليك 80. افهم ليه بقى الادرينالين بيزود الداستوليك، اقولها لك ليه بيزود الداستوليك؟ لانه بيعمل فازو كونستكشن، فبيحبس الدم في البلاد فيسلز، الدم بيبقى محبوس في الفيسل ما بيتسربش في فتره الداستول، الدم اتحبس في الارتي في فتره الداستول لانه بيعمل فازو كونستكشن للمحابس اللي هي الارتريولز،
فالدم يقعد في الارتري في فتره الدايستوليك مش هيطلع فيعلي الدايستوليك، بينما الادرينالين بيعمل فازو دايليتيشن عن طريق البيتا، يبقى الدم يهرب في الدايستول يبقى ينقص الدايستوليك. دي نقطه مهمه جدا. يبقى التفوق الوحيد بتاع النور ادرينالين على الادرينالين هو في الضغط، ان بيزود سيستوليك والدايستوليك لانه بيحبس الدم، بيعمل فازو كونستريكشن، الدم اتحبس في الارتري فالضغط عالي. انما الادرينالين بيشتغل على البيتا ريسبتور بيتسرب من الارتس فالدايستوليك يقل. يعني الادرينالين بيزود سيستوليك لكن ما بيزودش الدايستوليك. ليه بيزود سيستوليك؟ لان السيستوليك ده متعلق بالكميه اللي بيضخها القلب، هو بيستيميليت الهارت، يبقى هما اتنين بيستيميليت الهارت، فيزودوا ال سيستوليك في فتره السيستول الضغط يعلى، لكن النور ادرينالين حبس الدم في فتره الدايستول فزود الدايستوليك كمان، سيستوليك ودايستوليك، انما الادرينالين سرب الدم في الدايستول فنقص الدايستوليك. دي نقطه مهمه جدا في الام اس كيو، اذا بتاعش مش هتجاوب. التميز الوحيد للنور ادرينالين هو في الضغط، بيزود السيستوليك تيني ودنك والدايستوليك، لان الادرينالين بيزود السيستوليك برضو بس بينقص الدايستوليك. يبقى لو كتبتها بهذه الصوره، لو في حاجه اكتر من الفول مارك هيدوها لك. انا ليا رايي للطالب الممتاز، هما الممتحن متوقع في النظر انك تكتب ده، ايه رايك تعالى نفاجئه ان احنا اوائل بقى. هو مش انت قلت الادرينال ميدالا دي سيمباثيتك جانجليون؟ تعامل معامله الجانجليون؟ طب ايه رايك نزود عن بقيه اقراننا، وده هنعمله لما نعمل باذن الله مراجعه في الريتن في باي ذا اند في نهايه المحاضرات، ازاي تجاوب الاسئله عشان تطلع الاول. طب مش هي جانجليون؟ طب ما تيجي نكتب له ادام هي جانجليون الادويه اللي بتؤثر على الجانجليون ومن ثم على الادرينال ميدالا، وحافظينها انها قلناها مرتين، مره مع البارا ومره مع السيمباثيتك، لان هما اتنين نفس الادويه، لان نوع الريسبتور على الجانجليا بتاعت البارا هو نفس نوع الريسبتور على الجانجليا بتاعت السيمباثيتك، هو نفس نوع الريسبتور على الادرينال ميدالا اللي هي تعتبر سيمباثيتك جانجليا، هما نيكوتينيك ريسبتورز. فتكتب زياده بقى كنوت اهي تحت مكتوبه، اكتب الدراجز، تكتب انه ستيميليتد بنيكوتين سمول دوز او لو دوز وبلوكد باي نيكوتين لارج دوز او تي اللي هي اختصار مش شاي، اختصار تترا ايثايل امونيوم. يا سلام بقى، النقطتين دول زياده يبقى اكتر من اللي هو متوقعه. ادي الاجابه النموذجيه لسؤال ادرينال ميدالا. ده كانت الموضوع الاخير المهم في الاوتونوميك، ادرينال ميدالا. قول اتس ا موديفايد سيمباثيتك جانجليون، الاستايل كولين هو الكيميكال ترانسميتر، وبتفرز تو هرمونز ادرينالين 80% بنسميه ابينفرين، كمان في امريكا في انجلترا يسموه ادرينالين، هنا يسموه ابينفرين، ويفرز 20% نور ادرينالين اور نور ابينفرين. ثم تقول الجدول الرائع ده وهو حصاد السنين، ستة نقاط كل نقطتين مع بعض، مش اي نقطتين، التحصيل فن متعلقين ببعض، اول نقطتين هما الاثنين بيشتغلوا كهرمونز وهما الاثنين بيشتغلوا ككيميكال ترانسميترز، بس فين الفرق؟ هما الاثنين كيميكال ترانسميتر في السنترال نيرفس سيستم، لكن الادرينالين نوت ان بوست جانجليونيك سيمباثيتك، النور ادرينالين في البوست جانجليونيك سيمباثيتك في الاوتونوميك، يعني ده بيشتغل جوه بس في السنتر، الثاني في السنتر وفي البريفرال اوتونوميك. ثاني نقطتين، قول لي سر القوه وانا اقول لك ازاي ابطل القوه بتاعته، الكيمستري مع الانكتيفيشن. ده في ميثايل جروب، يبقى اهم طريقه قوة شمشون في شعره، يبقى نلعب على الشعر ميثايليشن، يبقى مينلي باي ميثايليشن باي، نحط له سنه زياده في بوزيشن غلط في الاو مش في النورمال، هي اللي محطوطه في النورمال، نحط له في الاو كاتيكول او 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 ميثايل ترانسفيريز، هو كان بيتعمل بالان ان ان ميثايل ترانسفيريز، هنا ناقص الميثايل جروب، واهم طريقه الاكتيف ري ابتيك. طيب نيجي بقى، قول لي الريسبتور وبالتالي الاكشن، ده ايكوال على الالفا والبيتا، والبيتا هي الاهم، عشان كده 5-10 تايمز اقوى. ليه؟ كمان لانه ريموفد فروم بلاد سلولي، وبالتالي شوف بقى الاكشن، هارت اقوى هرمونز، ما البيبي بيتا ان بيبي بيتري ما عدا على هارت هرمونز وميتابوليزم اللي هم اللايبوليسيز والجلايكوجينوليز، انما هنا سترونجر على الالفا منه على البيتا، بيشتغل على البيتا ويك بس سترونجر هنا. طيب يبقى الالفا دي اديت له تميز فين؟ انه يعمل فازو كونستيكشن،
يبقى يزود التوتال بيفر ريزيستنس يقفل المحابس، يبقى يزود الارتيريال بلاد بريشر. هعلي صوتي في الكلمه المهمه، سيستوليك ودايستوليك، سيستوليك ودايستوليك. الثاني كان بيعلي السيستوليك الادرينالين ويوطي الدايستوليك، وشرحت لك ليه. النور ادرين عمل فاز كونستريكشن قفل المحبس، الدم ما تسربش من الارتي في فتره الدايستول فالدايستوليك زاد. انما هناك عمل فازو دايلتيشن، لان البيتا دي بتعمل فازو دايلتيشن انهبيتوري، فتسرب في فتره الدايستول فوطى الدايستوليك. يبقى هما الاثنين يعلوا السيستوليك، اكتبها خد نوت بيها، الادرينالين والنور ادرين يعلوا السيستوليك ان هما الاثنين بيستبيت الهارت. الفرق في الدايستوليك، الادرينالين يوطي الدايستوليك انه بيفتح المحبس يهرب الارتي في يهرب الدم من الارتيز في الدايستول، انما الثاني بيقفل المحبس فازو كونستريكشن فيتحبس في الدايستوليك فيعلي الضغط. ولو انت من الاوائل هتكتب لي دي جانجليون، انت بتقول انها موديفايد جانجليون، طب ما اقول الدراجز اللي بتستيميليت نيكوتين سمول دوز والبلوك نيكوتين لارج دوز اور تترا ايثايل امونيوم. شويه حاجات صغيره بقى كده تيجي في الام اس كيو يا اولاد، لكن مش موضوعات نظري. وقلنا عدد كبير منها، قلنا يا شباب ان السيمباثيتك بيروح لحتت اكتر من الباراسيمباثيتك. خلاص، في مناطق معينه ما بيروحهاش نو باراسيمباثيتك سبلاي تو، نيم بره حرف الاس لا بيروح سكين ولا سكيليتال ماسلز. سكيليتال ماسلز دي موجوده فين؟ في الليمز والابدومينال والثوراسيك وول، وثلاثه جوه باللون الاحمر اللي هو الفنتريكل والسبلين والاديه مظله. وبعدين في تامل خاص بالعبد الله، ليه ما بيروحش لدول؟ لانه وراء الخلق خالق. السيمباثيتك ده بتاع الفايت والفلايت في الامرجنسي، اي حاجه متعلقه بالفايت او بالفلايت ما نروحلهاش. انا بتخانق بالسكيليتال ماسلز اللي هي في الليمز والعبدون ما نروحلهاش غير السيمباثيتك، ما نروحلهاش البارا. ومحتاج في اثناء الفايت ان انا على عشان حرارتي، قلت لك الحراره الطبيعيه لمحمد علي كلاي بتوصل من 37 ل 40 في اثناء الفايت، ما بتقعدش 37، كمان 3 درجات 43 يموت. ما تخافش، سيمباثيتك عنده البيست كولينج سيستم، سويت جلانس في السكين عشان كده بيغذي السكين. وثلاثه جوه تحت بعض، الفنتريكل بتاع القلب، البطين اللي بيدق الدم لكل دول السكيتال ماسل، والسبلين اللي لما ينقبض بيديني ار بي سيز تزود الاكسجين كارينج كاباسيتي اوف بلاد، تزود مقدره الدم على حمل الاكسجين. والادرينال مظله بقى اللي هتطلع الماده اللي مش موجوده في السيمباثيتك، اللي هي مين؟ الادرينالين، اللي هي 5-10 تايمز مور باورفول ذان نور ادرينالين. يبقى هو مش ربنا خلى البارا ما يروحش لدول كده جت كده، لا، اشمعنى دول؟ في تامل خاص بالعبد الله، لان دول بتوع الفايت، تبقى عارفهم كويس. هيغلطك في الام اس كيو يجيب لك دول ليهم بارا، لا. طيب نوت ثانيه خدناها، البارا انابوليك بتبني انرجي بريزيرفنج، ده سؤال ام اس كيو. طب وعشان تبني، قلت عشان نبني البلد مطلوب حاجتين، نزود الانتاج ونرشي الاستهلاك. الفسيولوجي كما الحياه، قلت الجمله دي مرارا. طب هو ازاي انابوليك؟ بيزود الانتاج، بيزود الانرجي برودكشن، فين؟ في الجهاز الهضمي. اربع اعضاء من الخمسه اللي هم العصب السابع والتاسع اخصائي اللعاب، الفيشر جلوسوفارينجيال والفيجاس، ماجستر الجهاز الهضمي رقم 10، تاركه النهايتين الغدد اللعابيه السبعه وتسعه فوق، والبلفس للبلفيك نيرف، دول بيشغلوا الجهاز الهضمي. ناكل، حتى انت بتقول للطفل علشان تكبر لازم تاكل، يبقى الاكل هيانابوليك هيخليك تتبني. طب الباراسيمباثيتك في كلمه اربع اعضاء من الخمسه بيشغلوا الجهاز الهضمي، المايسترو بتاعهم اهم واحد فيهم هو الفيجاس. طب كده بنينا، زودنا الانتاج، اسف، البناء ممكن بحاجة تانية غير انك تزود الانتاج، ترشي الاستهلاك. يبقى البارا بيرشي الاستهلاك، بيقلل انرجي كونسامشن. مين العضلة اللي بتنقبض من المهدي الى اللحد؟ الهارت. عضلة بتعمل 70 انقباضة في الدقيقة من المهدي الى اللحد. تخيل لو عملت 100 هتستهلك طاقة رهيبة، فالبارا بيقلل هارت ريت. طيب وعشان ما استهلكش طاقه كتير لازم انام، وعشان انام انا بقول لهم اطفوا النور يا جماعه، عاوز انام اطفوا النور. طب ما تطفيه على روحك يا اخي، ما تعمل بيبيلي كونستريكشن،
البارا بيعمل بيبيلي كونستريكشن وبالتالي يساعدك على السليب. يبقى يبدو لشخص مش فاهم انه وراء الخلق خالق ان الاعمال ملهاش علاقه ببعض. هي اللي بيفكر اعمال البارا بتخدم هدفا واحدا. ايه هو؟ انها تبني. انا بقولك وقلت بمنطق الحياه الفسيولوجي كما الحياه، عشان ابني لازم ازود الانتاج، ازود البرودكشن وانقص الاستهلاك. فهي اربعه من الخمسه بيزودوا الانتاج في الجهاز الهضمي خلاص، ونرشد الاستهلاك. الخامس اللي هو الاوكلوموتور بيعمل بيبيلي كونستريكشن، يضيق الحدقة، يخلي الضوء اللي يدخل قليل، يساعدك على النوم عشان ما تستهلكش، تنام طول اليوم. والفيجاس يقلل العضلة اللي بتنقبض من المهدي اللحدي، يخليها تنقبض أقل. الهارت ريت وقلنا بذكاء ما بيقللش الفورس، وإلا الدم مش هيلف، ما بيديش الفنتك الفيجاس. الفي والفي لا يجتمعان، الفيجاس ما بيروحش الفنتك، ليه مكتوبة فوق اهي، ما فيش فنتك، لا فيش فيجاس للفنتك اهو. يقلل الهارت ريت بس، يعني توفير بذكاء. ده سؤال مهم جدا. طيب ام اس كيو اللي جاي بيقول لك ان البري جانجليونيك سمباثاتيك فايبر اللي بيدخل السمباثاتيك جانجليون قصاده احتمال من ثلاثة. اهو البري جانجليونيك اللي طالع من اللاترال هورن سيلز دخل الجانجليون بتاعه السمباثاتيك تشين. لو ان الاورجان قريب يعمل ريلي، يعني يتحول من بري الى بوست في الجانجليون دخلها، او سينابس يتصل بالبوست. انا قلت كلمه ريلي يعني تحول في اللغه، يعني تحول البري الى بوست، سينابس يعني يتواصل مع البوست، هي نفس المعنى بس يبقى فاهم اللغه صح. ان في الجانجليون بيحصل ايه؟ ريلي. معناها ايه ريلي في اللغه؟ في اللغه بدرس لغه دلوقتي، تحول من بري الى بوست. او ممكن نقول في الجانجليون بيحصل سينابس. يعني ايه سينابس؟ كلمه تاني خالص. سين يعني اتصال، يعني يتصل بري بالبوست، فممكن يتصل بالبوست لو كان الاورجان بتاعه قريب. طب لو كان الاورجان بعيد؟ لا ما ينفعش يعمل ريلي. فاهم ليه؟ لان وانس عمل ريلي يتحول لفايبر اسمها بوست، واحنا قلنا البوست ده وحش لانه امرينيتد سي فايبرز، سرعته بطيئه جدا 1 متر. فاحنا عشان كده لانه وراء الخلق خالق، ربنا خلى السمباثاتيك بري جانجليونيك ما يعملش ريلي، ما يتحولش البوست الا لما يبقى قريب جدا من الاورجان. فلو اول جانجليون دخلها هو اوريدي قريب، اعمل يا سيدي اعمل ريلي، اعمل سينابس، اتحول لبوست من المسافه قريبه. لكن لو الاورجان بعيد اهو، لا ترافيرس ثرو ميني جانجليا، يقعد ماشي في الجانجليا من غير ريلي، من غير سينابس، يعني ما زال بري جانجليونيك، ما زال مايلينيتد، ما زال بي فايبر، ما زال سريع. ولما يقرب الجانجليون اللي قريبك خالص من الاورجان يعمل سينابس. الاحتمال التاني يبقى ممكن لو الاورجان قريب يسينابس في الجانجليون دخلها، الاورجان بعيد عشان ما يتحولش البوست اللي هو الوحش يترافيرس ميني جانجليا وريليز، بيكتبها الزملاء ان وان جانجليون. غلط، هي مش وان، ان ذا نيرست جانجليون، هي مش اي جانجليون، هو بيعدي كتير ويريلي مش في اي واحده، في اقرب واحده. عارف لما بيكتبوها في وان جانجليون ببقى متاكد اللي بيكتب ما عندوش المعلومه اللي انا قلتها دي، فلو كان زميل بيسمعني يفهم، ما يشيل كلمه وان واكتبها نيرست، هي مش اي جانجليون، هي في النيرست. ليه؟ لان الفكره بقى دي اني بقولها للزميل الفاضل، ان احنا عاوزين اقصر بوست جانجليونيك ممكن. ليه؟ لان ده ثيم مايلينيتد سي بطيء 1 متر في الثانيه، واحتفظ بروحي اطول كميه بري جانجليونيك ثيم مايلينيتد بسرعه 10 متر، انما البوست جانجليونيك ده امايلينيتد متر في الثانية. فأنا عاوز أحتفظ بروحي أطول مسافة بري جانجليونيك بي فايبرز ثيم مايلينيتد 10 متر في الثانية، وأقصر مسافة بوست جانجليونيك سي فايبر متر في الثانية. تالت احتمال بقى إنه ما يعمل لا ريلي في الجانجليون دخلها ولا في أقرب جانجليون، رايح للجهاز الهضمي. يبقى أنسب له إنه ريلي فين بقى؟ يروح للكولاترال جانجليا اللي هما كام جانجليا فاكرهم؟ تلاتة، موجودة عند منبت الثلاث أوعية الكبار اللي طالعين من الأورطة وتسمى بأسمائهم. لو ده سيلياك آرتري يبقى دي سيلياك جانجلون، سوبيروميزنتريك آرتري يبقى سوبيروميزنتريك جانجلون، انفيرو يبقى انفيروميزنتريك جانجلون. وانتوا بس اللي فاهمين ليه برضو؟
مش مكتوبة. ليه بتوع الجهاز الهضمي بيعملوا ليه في الكولاترال جانجلي؟ لان في الحالة دي البوست جانجليونيك بيمشي في جدار الوعاء الدموي، فنعمل ثقب واحد في الجهاز الهضمي يدخل منه الوعاء وبداخل الجدار ماشي الاعصاب، يعني ثقب واحد بيدخل الاعصاب والفيسلز. ما احنا لازم الجهاز الهضمي يتغذى بفيسلز وباعصاب، ما نعملش ثقب للفيسل وثقب الاعصاب، بنمشي الاعصاب جوه الفيسل. عشان كده الكولاترال جانجليا كانت موجوده عند بدايه الفيسل، فالبوست جانجليونيك بيمشي في جدار الفيسل فيدخل مع الفيسل. وقلت ايه الفكره؟ ان في الجهاز الهضمي مش عاوز اعمل ثقوب كثيره لان ده جواه عصائر هاضمه بتهضم لحمه، يبقى لو خرجت تهضم حضرتك وراء الخلق خالق. يبقى ثلاث احتمالات هنا للبري جانجليونيك سيمباثيتك فايبرز. لو قريبه من اورجان تريلي او تساينابس مع البوست جانجليونيك، خلاص بوست يبقى صغير. بعيده لا، تترافيرس ويداوت ريلي لحد ما تقرب من الجانجل، اقرب جانجل للاورجان وتعمل سينابس ريلي. ده نيرست مش وان. لو راح للجهاز الهضمي لازم تعدي من السيمباثيتك تشين، من اللاترال او بارافيرتبرال تشين، وتنتقل للكولاترال جانجل. هم عددهم ثلاثه. ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو. سؤال ثاني، الجانجلين اوف سيمباثيتك تشين بتبقى متصلة بالسبايدال نيرف بجزرين، وايت ريمس وجري ريمس. تعال اوريك رسمة حتى احسن من دي شوية. اهي بص معايا هنا. دلوقتي احنا قلنا كل سبايدال نيرف، لو اعتبرت السبايدال نيرف ده شجرة، يعني تخيل الرسمة معدولة كده، معدولة كده اهو، يبقى السباينال نيرف ده شجره عندها كام جذر؟ جذرين. بوستيرو الروت بيدخل من ورا، ده بيحمل السنسوري افرنس اللي هم اللي هم جايبين الاحساسات، وانتيرو اور فنترال روت طالع منه الموتور او الايفرنس اللي هي بتاعه الحركات. يبقى فعلا اهو، ابص شوف الرسمه لما عدلتها بقى السباينال نيرف فعلا كأنه شجرة لها جذرين ماسكة في النخاع الشوكي. نعدلها بقى وانت قادر تتخيلها دلوقتي. يبقى الشجرة اهي في بوستيرو روت، ده بيحتوي مين ده؟ ده العامل القادم، بيحتوي سنس ويجايب الاحساسات عن طريق فايبر اسمها ايه؟ افرنت، واردة. وانتيرور او فنترال روت بيحتوي ايفرنت، ايفرنت اللي هي بتحتوي موتور سيجنالز اللي هتشغل قلنا عضلة غدة. سؤال مش كله مهم جدا. قلنا كل الاعصاب فيها سوماتيك اهي، اللي هو احسن فايبر، ربنا مستعجل على السوماتيك الايه، وبتروح مره واحده على فكره، ما بتوقفش في السكه انها سريعه، وان ايفرنت، وبادئه من اول نقطه من انتيرو هورد. كل ده فسرناه في اول محاضره، ان ربنا ادى السوماتيك كل مقومات السرعه من حيث انها بادئه من اول نقطه في السباينال كورد في الانتيرو هورد عشان تبقى من الاول، ولحد ما توصل للعضله اللي هتغذيها او الغده. وان ايفر عضله، اسف مفيش غده، سكيلتال ماسل، اسف عضله. وان ايفر ما بتوقفش، مفيش سينابس، مفيش عضله. واحسن نوع من الفايبرز اللي هو ايه؟ الفا، 100 متر في الثانيه. يبقى كم مقاوم للسرعه للسوماتيك؟ 3. كلهم اسئله ام اس كيو، انها في الانتيرو هور عشان تبقى اقرب حته، هم مرتبطين ببعض اللي فاهم. لحد ما توصل ما توقفش، وان ايفر سينابس بيضيع وقت، وان ايفر نيرون سيستم. وبتستخدم انهي فايبر؟ اسرع فايبر ايه؟ الفا. الاوتونوميك في حاله السيمباثيتك مش مستعجلين قوي، تطلع من وراها من لاترال هور، بس يطلعوا مع بعض. وده سؤال ام اس كيو، يعني كل السيمباثيتك بري جانجليونيك بيطلعوا مع السوماتيك. وفهمتك ليه كل السباينال نيرفز فيها سوماتيك، ال 31 سباينال نيرفز فيهم سوماتيك. وقلت ليه؟ برجع المحاضرة ليه كلهم؟ ليه ربنا عاوز يزود عدد السوماتيك فايبرز؟ عشان كل واحد يغذي عدد محدود من الماسل فايبرز، فتبقى الحركة دقيقة. قلت ده كله اللي عاوز اسمعه بالتفصيل، برجع المحاضرة الأولى. السيمباثيتك بيطلع معاه، مفيش سيمباثيتك طالع لوحده. يعني تاني، الفنترال أو الأنتيرو روت بتاع السباينال نيرف بيحتوي يا سوماتيك لوحده
يا في بعض الاحيان سوماتيك مع سيمباثيتك او بارا. يعني السوماتيك ده اساس زي ما قلت. في امريكا كل الولايات بتحتوي بيعيش فيها الامريكيون خلاص كلها. يجوز تلاقي شويه صينيين في ولايه، تلاقي شويه عرب في ولايه مع الامريكيين مش لوحدهم. او السباينال نيرفز كده، كل السباينال نيرفز فيها سوماتيك. بعض السباينال نيرفز بالاضافه للسوماتيك معها يا سيمباثيتك زي في التراكو لامبر، يا باراسيمباثيتك زي في الساكرا. يبقى ده سؤال ام اس كيو، مفيش حاجه اسمه يطلع لوحده. سؤال اصعب بقى، طب ده تو ايفرنت، يعني وهو رايح ما يقدرش يروح للاورجان بتاعته على طول، لازم نقف عشان نزود عدد الاعصاب عشان تكفي. فهتلاقي هنا البري جانجليونيك هيسيب السباينال نيرف ويروح للجانجليون اهي. كل واحد يدخل الجانجليون يسعى في الخير، فاكر يسعى يساينابس في الافريج مع كام واحده في الافريج في المتوسط 9. يبقى في 9 هيحلوا محل واحد، يرجعوا دول يجوين السباينال نيرف عشان يروحوا مثلا للعرض. نتج عن كده ايه بقى؟ ان الجانجليون بقت معلقه في السباينال نيرف بجزيرين توريماي، تصغير دول السباينال نيرف ماسك في السباينال كورد بجزرين توروتس في اللغه العربيه، جزير اصغر. الجانجليون ماسكه في السباينال نيرف بجزيرين. اللي جاي الاولاني ده بري جانجليونيك ثين مايلينيتد، عليه مايلين شيس زبده زبده لونها ابيض، يبقى وايت ريمس. اما اللي طالع من الجانجا ده ما فيهوش مايلين شيس، ده امايلينيتد، يبقى لونه جراي ريمس. يبقى دي سؤال مهم جدا. يبقى كل السيمباثيتك جانجليا اللاترال جانجليا البارافيرتبرال جانجليا كل واحده فيهم معلقه في السباينال نيرف بجزيرين. اللي جاي بري جانجليونيك ثيم مايلينيتد، فيها مايلين شيس، فيها زبده بيضة، تبقى وايت ريمس. طب واللي راجع؟ ما ينفعش واحنا هنرجع 9 مطرح واحد، يبقى كان لازم يقلعوا المايلين شيس. فهمت ليه قلعوا؟ هنحط مطرح الواحد ده هنحط بداله 9. يبقى لازم يبقى نوع رفيع جدا. مايلينيتد بس اخرنا العمليه دي، فاكر؟ خلينا الجانجل تبقى قريبه جدا من الاورجن عشان نحتفظ اطول مشوار نبقى بري جانجليونيك. ولما نقرب خالص من الاورجن نتحول للوحش اللي هو البوست جانجليونيك اللي هو ثين اللي هو اسف امايلينيتد اللي هو لونه جري. ده سؤال مهم في الام اس كيو جدا يا شباب، تبقوا عارفين. طيب سؤال ريزي الاخير، يقول لك هل في حته في الجسم بيديها البارا ما يديهاش سيمباثيتك؟ اه في شويه حتت، انما لزوم الرزاله لو واحد سالك طب قول. طبعا الاساس ان السيمباثيتك يروح لمعظم الجسم والبارا يروح لحتت محدوده اللي هو السكين والسكيلتال ماسل بتوع الفايت، ما راح لهمش بارا. الفنتركل بعض الفنتركل والسبلين الطحال والادرينال المضله كلهم تحت بعض يروح لهم، لان دول بتوع الفايت، دول سيمباثيتك. هل في حته يروح لها بارا ما يروح لهاش سيمباثيتك؟ اه البارا بيروح للبيوبيلي كونستريكتور ماسل اللي بتضيق الحلق، لانها مختلفه عن البيوبيلي دايليتور. بس هو لو كانت نفس العضله بتعمل كده كونستريكشن وكده دايلتيشن كانوا هما اثنين راحوا لها، لكن لان البيبيلي كونستريكتورز الفايبر بتاعتها سيركولر والبيبيلي دايليتور الفايبرز ريديال، دي عضله ودي عضله، دي بيروح لها بارا ودي بيروح لها سيمباثيتك. فالسيمباثيتك ما بيروحش للي يحب يغلس عليك للبيبيلي كونستريكتور ماسل، تبقى عارفها. يبقى كده يا شباب احنا خلصنا الاتروميك، يعني ممكن حضرتك دلوقتي تغادرنا وتمشي، انما انا في عجاله كده في 5-6 دقائق هذكرك بشويه نقاط جميله للام اس كيو. السوماتيك رقم السعد فيه هو رقم 1، يعني اهو 1 ايفرنت عشان ما نضيعش وقت، 1 تايب اوف فايبر انهي نوع احسن نوع، ثيك مايلينيتد اللي هو الاي 100 متر يغذي حاجه واحده سكيلتال ماسلز ويفرز حاجه واحده اللي هي الاستايكولين، بالاربع معلومات بالام اس كيو. طيب مستعجل عليه، يبقى تبتدي من الانتيرو هورد ولا من ورا شويه؟ وريت لك الصوره يبقى ارجع لها. انتيرو هورد دي معلومات السوماتيك. تعالى الاوتونوميك رقم السعد ايه يا شباب؟ 2. الاوتونوميك عندنا 2
إيفرين سيستم، يعني لازم بنوقف في الجانجل. وفهمتك ليه؟ لأن الأوتونوميك بيغذي حاجات كتيرة قوي، بيغذي التاني بيغذي سكيليتال ماسل بس، ده بيغذي بصلي يا سموث ماسل يا كاردك ماسل، ادي اتنين، يا اكسوكراينال يا اندوكراينال جلانز، ودي كلها بمئات الالوف، حاجات كتير قوي. فلازم نزود الفايبرز. وقفنا في الجانجلون، الجانجلون بتسعة في الخير، يدخلها واحد بري جانجلونيك يطلع تسعة بوست، قلت ما بيدخلهاش واحد، يدخلها 100 يطلع 900، يدخلها 1000 يطلع 9000 في المتوسط. المتوسط ده اكتر في حاله السيمباتيك، فاهم ليه؟ اكتر من 9 لان السيمباتيك بيروح لحتت اكتر، واقل من 9 في حاله البارا لانها بتروح لحتت اقل. فيبقى الاوتونوميك رقم الساعه 2 تو ايفرين سيستم، بري جانجلونيك وبوست جانجلونيك، تو تايبس سيمباثيك في منطقه الهارت ثوراكو لامبر، وبارا باراليل ليها بارا سيمباثيك فوق وتحت، يغذي حاجتين حتى كل واحده تنقسم اثنين، يا ماسل يا جلانز، كل واحده اثنين، كل حاجه اثنين، يا سموث ماسل يا كاردياك ماسل، والجلانز يا اكسوكراينال بيجيب لك سؤال، يا اندوكراينال بتروح بتاخد اوتونوميك اندوكراين، حتى قلت لك البيتا ريسبتور بتعمل لها ستيبليشن لكل هرمونز، وتطلع تو كيميكال ترانسميترز طبعا، ما واحد بيستيبليت واحد انهيبيت، ما ينفعش نفس الماده. في حاله البارا بتطلع اسيتايل كولين، في حاله السيمباثيك بتطلع نور ادرينالين. قولها صح، اني واحد في السيمباثيك اللي بيطلع نور ادرينالين؟ فرده واحده بس، البوست جانجلونيك سيمباثيك. حتى الفرده دي ليها كام اكسبشن؟ اثنين، سويت جلاندز وبلاد فيسلز وسكيتال ماسل. يبقى هنا رقم الساعة واحد، هنا رقم الساعة اثنين. تعالى في البارا هتلاقي كل حاجة اثنين، طلع منين؟ كرينيو ساكرال بارل، ما هو سيمباثاتيك منطقة القلب بتاع السيمباثي، قلنا سيمباثي ثوراكو لامبر الحتة دي بتاعت العواطف سيمباثاتيك الهارت، انما ده بارل اللي من ناحيتين من فوق ومن تحت، فعشان كده سموه بارا سيمباثاتيك، مش علمتكم سموا سيمباثاتيك عشان السيمباثي، وتحط ايدك على قلبك يبقى هو ده السيمباثيك ثوراكو لامبر، 15 عصب 12 ثوراسيك و3 لامبر، انما هنا كرينيو ساكرا، كرينيو ساكرا تمام. يبقى اثنين، البارا طالع من الكرينيو ساكرا. طب الكرينيا اللي في عجاله بيجي سؤال ام اس كيو ارقامهم ايه؟ فاكر 1973، يبقى كانك شايف الرقم 3 7 9 قول 10، والساكرا اللي هم ثلاث اعصاب بيعملوا عصب واحد اسمه بيلفيك نيرف 2 3 4 ساكرا. طب بريلي فين؟ كل حاجه اثنين، نوعين من الجانجليا، الاساس تيرمينال جانجليا، وانت فاهم ليه تيرمينال؟ عشان يبقى البري جانجلونيك طويل جدا جدا، البري جانجلونيك طويل جدا جدا لحد ما توصل اورجان، فانت بري جانجلونيك، وحته قصيره قوي بوست جانجلونيك، لان قلنا البري حلو هو اللي 3 مايل نيتف، هو اللي 10 متر في الثانيه، هو اللي بي، انما البوست جانجلونيك ده سي اما نيتف متر في الثانيه، فربنا بيأخر الريلي. في حالة البارا خر الريلي جوه الجانجليا، خلاص؟ في السيمباثاتيك ما ينفعش يبقى ريلي جوه الجانجليا، عارف ليه؟ هقول لك الإجابة للأوائل فقط. ليه ربنا خلى البارا يعمل ريلي جوه الجانجليا؟ أنا عاوز أرسمها يا شباب عشان تفهم. البارا أهو، أدي الانتستين مثلا، البري جانجليونيك وادي البوست جانجليونيك، هما الاثنين جوه الاورجان، الجانجليون جوه الاورجان اهي، يبقى في حاله البارا ادي البري جانجليونيك لحد ما راح الانتستين، ادي الجانجليون جوه وادي البوست جانجليونيك، هنا بيطلع استايل كولين وهنا بيطلع استايل كولين، يعني الاستايل كولين بيطلع عند البري وعند البوست، يبقى مصلحه ثانيه غير ان انه يعمل ريلي تيرمينال، فيبقى البري جانجلونيك الحلو اللي هو البي ده اللي هو البي فايبر اللي هو السي مانيتي يبقى طويل، وهنا السي غير المصلحه دي ان ده بي وده سي، خلاص؟ في مصلحه تانية ان هو البري جانجلونيك والبوست جانجلونيك الاثنين بيطلعوا استايل كولين، يبقى ما استيميليت البارا كميه الاستايل كولين اللي هتطلع جوه الاورجن هيحصل لها ايه لما تبقى تيرمينال، هنا استايل كولين وهنا استايل كولين، يطلع كميه رهيبه من استايل كولين جوه الاورجن، انتنسفاي اكشن قوي، حاجه عمر ما حد هيقولها لك. ليه ربنا خلى البارا سيمباثيك تيرمينال؟ عشان البري والبوست يبقى هما اثنين اداب الجانجلم جوه، يبقى البري جوه والبوست جوه، ده بيطلع استايل كولين وده استايل كولين، يبقى كميه الاستايل كولين تطلع جوه تبقى كتير، الاكشن يبقى اقوى، ومش عاوز عبط
لما بنرسم دايره حوالين الجانجلو مفيش دايره دي، ده دليل الرسم بس، مفيش جدار فاصل، يعني مفيش الجانجلو ملهاش وول كده. البري جانجلو مفيش الدايره دي، شيلها بالخيال، مش موجوده. البري على طول مع البوست، فالاستركين بيسرح جوه الاورجن. دلوقتي انت هتجاوب طب ليه السيمباثاتيك ما يعملش ريليت تيرمينال؟ اظن فاهم، لان السيمباثاتيك هنا بيطلع استايلكولين، لكن عند البوست جانجلونيك بيطلع ايه؟ يعني هنا طب نفرض الرسمه دي سيمباثاتيك، لو كان التيرمينال هو مش بتشتيرمينال، السيمباثاتيك عمره ما يبقى تيرمينال، لان لو كان تيرمينال كان هنا هيطلع استايلكولين عند البري، وهنا هيطلع نور اند ادرينالين، مادتين عكس بعض، يبقى النتيجه صفر. يبقى ليه السيمباثاتيك does not relay in terminal ganglia؟ لانه اذا كان عمل ريلي في التيرمينال جانجليا فده معناه انه هيطلع، اسمعني بقى، تو انتاجونيستك ترانسميترز ان ذا سيم اورجان، في نفس الاورجان هيطلع اثنين عكس بعض، اسيتايلكولين عند البري ونور ادرينالين عند البوست، يبوظوا بعض، انما هنا مصلحه، هنا استايل وهنا استايلكولين، فربنا عملها بطريقه رائعه. طب ان لم يكن بداخل الاورجان خليه اقرب ما يمكن للاورجان، فهمت بقى؟ عشان كده قاعد يعدي في كذا جانجل لحد اقرب جانجل عمل ريلي فيها. ان لم يكن بداخل ما نقدرش يبقى بداخل، لان ما نقدرش نطلع استايلكولين ونور ادرينالين في نفس الاورجن، مش هيحصل حاجه. فيبقى واحد منهم نطلعه بره اللي هو الاستايلكولين في اقرب جانجل. الاجابه حاجه واحده لما فكرت فيها، انه وراء الخلق خالق. هل دي تدل ان الطبيعه اللي بتعمل الخلق يا شباب قوة غير عاقله؟ وراء الخلق قوه عاقله نسميها الله. يعني ان البارا تيرمينال جانجليا نستفاد مرتين، ان البري جانجلونيك هيبقى طويل جدا والبوست قصير، ده في فايده تاني ما فكرش فيها الزملاء، ان هنطلع استالكولين هنا واستالكولين هنا، يبقى كميه الاستالكولين كتيره، يبقى الاكشن يبقى اقوى، ومفيش في الجانجلو ملهاش جدار زي ما قلت، ده بيسيحوا على بعض الاستالكولين. ليه ما عملناهاش في السيمباثاتيك؟ لا، لان السيمباثاتيك هنا استالكولين وهنا نور ادرينالين، يبقى هنطلع حاجتين عكس بعض جوه الاورجن، ما ينفعش، يبقى ناخد دي بره كده، بس ما ناخدهاش بره بعيد بقى، ناخدها اقرب ما يمكن، عشان يبقى البري جانجلونيك الميزه الاولانيه موجوده، البري جانجلونيك البي السريع الثيمانيت الطويل، والبوست جانجلونيك قصير. ده اللي عاوز يفهم الفسيولوجي فيه، وهنا وهنا فقط تصنع الاوائل. فقلت البارا يا اولاد بيطلع كرينيو ساكر اثنين وريليف حاجتين، تيرمينال ثم تيرمينال ثم تيرمينال ثم اذر جانجل في الهيدا نيك، اذر جانجل الاربع اعصاب بتوع الهيدا نيك، اوكلوموتور في السيلياري، الفيشل في حاجتين، بيعمل ليه في حاجتين، الصب مانديبولار جانجلون والسفينو بالاتاين، الباروتيد اللي بيدي الجار اذنيه، الباروتيد بيعمل ليه في جانجلون اسمها اوتيك يعني اذنيه. خلاص ادي ثلاثه من ثلاث اعصاب من يعني بتوع الهيدا نيك اللي هم الاوكلوموتور والفيشل والجروسوفارينجال في تيرمينال، في بيعملوا في اذر جانجل اربعه، الاوكلوموتور بتاع العين في سيلياري جانجلون، الفيشال عنده اثنين بيعمل ليه في الصب مانديبلر وبيعمل ليه في السفينو بالاتاين، والجلوسوفارينجا اللي بيدي الباروتيد بيعمل ليه في الاوتو، الباقي كله بقى الفيجاس والبلفس المعظم تيرمينال. يبقى ما يقول لك الفيجاس بيرلي فين؟ اثنين بس، قولهم صح، تيرمينال ثم تيرمينال ثم تيرمينال ثم اذر جانجلا في حاله الهيدا نيك. طيب نيجي للسيمباثيتك، بيطلع منين؟ ثوراكو لمبر، كل حاجه اثنين، ناشر ثوراسيك وابر ثري لمبر، وبعدين بريليف اني جانجليا اثنين، لاترال ثم لاترال ثم لاترال اللي هي بارا فيرتيبرال اللي هي سيمباثيتك تشين، ثم اذر جانجليا اللي هي كولاترال جانجليا، كولاترال اللي هنا جنبها بقى، لان الاورطه بيبقى نايم على العمود الفقري، يعني متخيل ان انا العمود الفقري بتاعه اهو، ادي الاورطه راح عليه هنا، طب دول اللاترال الثلاثه الكولاترال هنا يبقوا قريبين من اللاترال فيسموهم كولاترال، انما ما يبقوش هنا ويكتبوهم في الكتاب كولاترال، دول هنا اللاترال، يبقى اللي قصاد الاورطه اللاترال اهي اهي، اللاترال اهي اهي، وهنا قصادها، شوف المسافه قد ايه، يبقى دي لاترال ودي كولاترال، لاترال ودي كولاترال، انما ازاي اللي في الهيدا نيك في البارا نسميهم كولاترال؟ حاجات لو قلتهم هنا انا مش عاوز اقول يقولوا ايه، سامحهم الله، ده اللي اقدر اقول، سامحهم الله، عشان ما بحبش اقول اي كلمه مسيئه لاي حد، كلهم فوق دماغي من فوق، بس سامحهم الله على اللي بيعملوه، على الكتابه اللي بيكتبوها الدوننس الكوليبريان. فالسيمباثاتيك ثوراكو لامبر، ويعمل ليه في اللاترال ثم لاترال ثم لاترال ثم كولاترال،
يبقى واضح ان كل حاجه اتنين. في كام كيميكال ترانسميتر في الاوتونوميك نيرفس سيستم؟ اتنين، استايل كولين ثم استايل كولين ثم استايل كولين ثم نور ادرينالين. فين؟ في فرده واحده بوست جانجليونيك سيمباثيتك. حتى الفرده دي ليها اكسبشن كام؟ اتنين، سويت جلاندز وبلاد فيسلز اوف سكيتال ماسلز. طب الريسبتورز كم نوع؟ نوعين، يا كولينرجيك بيشتغلوا بالاستايل كولين يا ادرينرجيك بالنور ادرينالين. اتنين. طب الاستايل كولين كم نوع ريسبتورز؟ نوعين، يا نيكوتينيك يا ماسكارينيك. طب ونيكوتينيك موجوده فين؟ في اتنين، اول جانجليا اول واول نيوروماسكولار جانكشنز اللي هي الموتور نيبليت. طب والماسكارينيك موجوده فين؟ في اتنين، اول بوست جانجليونيك بارا وتو اكسبشنز سيمباثيتك. حتى اتنين، فلويد جلاندز وبلاد فيسلز وسكيتال ماسل. طيب الادرينرجيك ريسبتورز اتنين، كل حاجه في الاوتونوميك اتنين، يا بري جانجليونيك، اسف بري سينابتك عن نيرف بتتحكم في الريليس عن نيرف على الادرينرجيك نيرف، يا بوست سينابتك على الاورجان. دي مهمه، دي 90% منهم عليها. دي كم نوع؟ نوعين، يا الفا يا بيتا. طب ودول ينقسموا لكام؟ لنوعين، يا الفا 1 والفا 2 يا بيتا 1 وبيتا 2. يبقى كل حاجه اتنين. طب لخص لي البيتا ريسبتور. البي خلينا اقولها بي، ده بي بي بيتا انهيبي بي بيتري، ما عدا على ثلاثه فاكرهم، هارت وهرمونز وميتابوليزم، وتشتغل بال سايكليك اي ام بي. دي مين؟ البيتا. افتكر يبقى كل حاجه بي او بي، ما عندناش في العربي احنا بي وبي، يبقى البي بي بيتا انهيبي بي بيتري ما عدا على ثلاثه وتشتغل بالسايكليك اي ام بي. بينما الالفا نوعين، الفا 1 دي اللي بتعمل اكسايتيشن، يبقى دي بالكالسيوم. الكالسيوم هو المهم للكونتراكشن في اي عضله سكيليتال، اللي هي مش موضوعنا دلوقتي، اللي احنا اوتونوميك وسموث وكاردك ماسل. والالفا 2 اشتغل عكس البيتا ريسبتور، تنقص سايكليك ام بي، عشان كده كانت بتنقص الريليس بتاع النور قديم من فوق. تمام. طب والاديه المضله بتطلع كام هرمونز؟ اتنين، يا ادرينالين 80% يا نور ادرينالين. دول بيشتغلوا في كام حته؟ في حتتين، يا هرمونز في الاديه المضله يا اما كيميكال ترانسميترز. والكيميكال ترانسميترز كام احتمال؟ يا جوه السنترال نيرفس سيستم ده الادرينالين والنور ادرينالين، اما بره في الاوتونوميك في البوست جانجليونيك سيمباثيتك واحد بس اللي بيشتغل فيه النور ادرينالين. ده شباب كان في عجاله مراجعه سريعه للنقاط الاساسيه بتاعه الاوتونوميك نيرفس سيستم دي. يبقى كده الحمد لله، نحمد الله، تم بحمد الله، خلصنا الانترودكشن وخلصنا الاوتونوميك كما ينبغي. بعد كده ما تسمع الكلام ده وتقدر تجري مقاطع الفيديو لو لقيت نفسك فاهم وانا بعيد، جري جري، ما انت دي ميزه انك انت عندك تسجيل، ادخل في الحته اللي انت عاوزها. يعني ممكن تاخد الشريط في نص المده تعمل كده، وقلت لك مره تسمع وتفضي ومره تاني وفي الوقت الضايع باسيف ليرنينج. ده يعني الفسيولوجي كما ينبغي ان يفهم، والا فلا يا اولاد. انما نقعد نقرا ده كلامي صح، هي كتاب، هي تحفيظ، عاوزين فيه. وزي ما انت شفت كل حاجه وراها غلط، حتى ليه البارا تيرمينال؟ عشان يبقى البري جانجليونيك طويل والبوست قصير. طب وليه جوه؟ عشان يطلع الاستايل كولين مرتين، مره عن البري ومره البوست، يبقى الاكشن اخر. طب ليه السمباتاتيك ما وصلش جوه؟ عشان ما ينفعش تطلع الاستايل كولين ونور ادرينالين عكس بعض. يبقى بره بس على قريب خالص، عشان يبقى ناخد اول ميزه موجوده، البري جانجليونيك ما زال طويل، بوست قصير. يبقى عارف كل الحاجات اللي انا جبتها منين يا شباب؟ انتوا عارفينها من منطق واحد، عارفه؟ انه وراء الخلق قوة عاقلة نسميها الله. ده اللي خلاني جبت كميات من التفسيرات، يعني الحمد لله مش عاوز اقول موجودة عند العبد الله فقط، يعني ربنا انعم عليها بيها. ده اهذب اسلوب اقولها بيها، انه قال لي فكر في نفسك، ابصر في انفسكم افلا تبصرون، بص هتشوف الفسيولوجي كله. بصيت لقيته كله، فعاوز تركزوا معايا. فقلنا خلصنا الانترودكشن والاوتونوميك، والمفاجاه زي ما بقول ان في يعني تو محاضرتين قصيرين باذن الله يوم الجمعه هنعمل النيرف نكمله عشان الناس اللي عندها ميد تيرم تبقى مستعده في الامتحان.
ولم يبقى إلا الدعاء بالتوفيق. وفقكم الله. لو ذكرت وعرفت الحاجات اللي قلتها لك لا ينتظر غير الفول مارك. وهنا وهنا فقط تصنع الأوائل. ومرة أخرى، لم يبقى إلا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله. يلا أدينا تعلمنا نفهم مع بعض، ونلتقي بإذن الله إذا كان في العمر وفي الصحة بقية يوم الجمعة القادمة بإذن الله في محاضرتين ننهي فيهم النرف. شكرا على حسن إنصاتكم وعلى وقتكم وعلى متابعتكم اللي هي بتديني، على كل الحاجات الجميلة اللي بتكتبوها ببقى شايفها كلها دي، بتديني فيول، بتديني وقود إن أنا أتكلم بهذا الحماس. إذا كان في هذا الكم من التواصل بيني وبينكم يا أبناء الأعزاء، ده أنتوا تستاهلوا كل شيء، الحياة نفسها مش الشر. شكرا، ربنا يوفقكم.